نحن موجودين في كراون بلازا مع السفارة الباكستانية، نشكرهم على الدعوة الكريمة صراحة. والمهرجان المانجو فعلا مثل ما قال الأستاذ حافظ، مثل ما وصفها، هي فعلا 100% نمبر 1. وبشكرهم على هذه الدعوة الكريمة، وإن شاء الله كل سنة نعيدها وياهم نحتفل في المانجو. فعلا كلامه ترى صحيح مثل ما قال، 100%.